اوكي <applause> ده. اوبا 27 السلام عليكم اليوم جبت مقطع جديد اليوم جايب لكم مقطع ماب علاء الدين واليوم معي محمد او فايروس يا هلا وسهلا أرحب, ارحب يا هلا اول أرحب. شيء قبل كل شيء ترى المايك اللي قاعد اسجل فيه حاليا هو المايك القديم لكن بدون ستان مايك اللي في المقاطع اللي راحت ما ادري ايش فيه اي يشتغل لي ساعتين احاول ازين فيه وللاسف ما يشتغل ابد فاضطريت اني اجيب مايك قديم لكن المسمار اللي خليه يشتغل في ستاند مثل ما تشوفون شو كيف ما ادري وين ضاع فحاط المايك حاليا هنا على الطاوله فاذا جيت بحرك كيبورد ماوس عن ازعاج اعتذر على هذا الشيء لكن بهذا هذا المقطع باذن الله القطعه جايه ما راح يتكرر هذا الشيء باذن الله قبل ما يبدا المقطع لا لايك تراك كود بيسل الله عليك <applause> كيف بس طيب. ترى حركه مدروسه هذه في يوم لكم ماب على الدين من تصميم عزه عزه يقول اوعدك ان هذا افضل ماب بتلعبه من تصميم ماباته كلها فراح نشوف ان شاء الله انه يكون في المستوى اللي مره خرافي فبسم الله اوه اها حاط حركه الفخ لكن حركه ثانيه يب اوكي الحين يعني دور مكان يرسم فيه ها وش ذا اتمنى اسمك أيش اوه كاشف <تعشف> يا ساتر من... اتمنى سمك فهمت على الدين هو اي فهمت دائم دي... الحركه والله رهيبه اوبا رهيبه اقسم بالله رهيبه بدايه شيء رهيب موجوده في كل ماب لكن هذه بطريقه ثانيه مره 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 فتاكل سمك الاول تاكل السمك الثاني وهوبا بيض الله وجهك ليش تاكل سمك؟ لا طحت <applause> ما ادري ها وين اروح انا؟ اوه هنا جيب لك معي سمك؟ اوه مرحبا على الدين لا لا ما يحتاج ما يحتاج انت بتشوف مكاني وطح عندي بالضبط تقييم السرعات 2 من 10 حبيبي لا ما تاكل عندي ما تاكل عندي مرحبا على الدين مهمتك هي انهاء جميع الالغاز حتى تتمكن من الوصول الى قصر السلطان يمكن كفتح الخريطه فتساعدك كثيرا وخصوصا في المرحله الاخيره افتحها الان خلنا نفتح خريطه اوكي قصر السلطان شبه اللي فخر هذا اليمين اي هذا والله تصميم من فوق جامد اذا عليك أوبا. في لغز ما يمكنك استخدام تلميح مع العلم انه ليس لديك سوى تلميح واحد فقط طارق عزة اول مدينة استخدمت استخدم تلميحات كثير اذا اردت المزيد من التلميحات ابحث عنها بنفسك اليك تلميح مجاني اوه اوكي ليس يسمح أغربة الا لاصحاب الوهج الازرق استلم وهجك الان اوكي اوه قلبت ازرق الحين حراس الباب نايمون اتمنى لك توفيق في تف... التقديم تف... 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 <تصفيق> <تصفيق> مش مش خلنا ندخل الحين القصر بسم الله ها ذا كيف هذا 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 تلميح اه ما اتفقناش اوكي كذا شف ما ادري ها كتب حسنا ايها ليش حسنا ايها ما ادري ايش والله انا قادم هذا اللي قريته وات وات از ذس ديم تشوف شكلي قدامي اقسم بالله قد رهيب والله رهيب مره يا ساتر اول شيء خذ نقطة الراحة حلوين طيب هنا, هنا ما في شيء هنا ما في شيء لا, لا اول شيء قلنا ناخذه اللي هو الخريطة عشان ما نخر طيب آه طيب نسويها من اول شيء هذه هي كانت أو اول شيء الخريطة ايه هنا افضل شيء طيب طيب نسوي هذه التحدي يلا اوكي اوبا اوبا حلوين موت الحين <applause> طيب انا اسويه موت, أنا موت. حلو الحين ناخذ الخريطه عشان نمشي حبه حبه لان قبل شوي نوم العيد صراحه فبسم الله اي والله يلا لست جو اوكي نفتح خريطه حلو طيب صار اول شيء اصلا سويناه هذا هالشيء حلو. واحد يعني نروح يتبقى. الحين لثاني شيء اتوقع صح؟ ثاني شيء هنا ثاني تحدي اي صح لازم آه نفتح اللون الاحمر قبلها والله يب. اكد يب اي لون احمر لون احمر هنا بس لازم تجمع كوينات الحين كيف جبنا الكوين لنا الحين لازم تجيب الكوين الكوين اوكي هذا يقول لقيت عشر ثانيه هنا تلميح ما نبغى ندخله طيب اوكي هذا تلميح فقد اثرت على تلميح. تلميح, حلو اه اي تلميح بعد اوكي اوه هو هو هو. وش الكوين فوق هنا طيب بهذي يعني سويت حركات بهلوانيه يعني خزب هلا هلا يعني الحين 15 كوينز 15. 15 حلو 16 نفتح فيها اللون الاحمر تعال والله حلوين حلوين يلا ليتس جو تعال عند رقم اثنين آه. إيه حلو 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 رقم ستور رقم ثاني هنا عطنا عطنا كوين او لا اوكي 15 هذه حلو الحين نفتح اللون الاحمر وناخذ اللون الاحمر واخلص التحدي هذا حلوين. اللي هو التحدي الثاني فاول شيء تسويه لازم تاخذ خريطه تمشي بترتيب هنا حلوين حلوين تقعد 15 ثانيه اوكي طلع لي طلع لي صوت طلع لي صوت خلصته خلصته الحين نروح رقم ثلاثه اوكي خلصتها؟ يب يب حلوين ثلاثة تمام يلا ليتس جو رقم ثلاثة من تحت من تحت هنا اوكي او كوين يس 25 حلو كم عندك الحين؟ آه توتال 25 بس لا كنت كنت بخش تلميحة انت بنت 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 تعال أربعة. اربعة وين اربعة اربعة وين اربعة هناك اربعة هناك يعني مع اثنين و. يس ترتيب وش زينة اي أيوة والله ان هذه تو حليناها صح؟ ايه هذه حليناها مره هذه الخط الثاني الاحمر أرس. اوكي هذه والاول ازرق طيب خط الثاني احمر والاول ازرق وعندك على اليمين الثالث ازرق والرابع أحمر. احمر اوكي سويتها بس الاحمر رابع احمر خلصنا الحين اوبا هذه اربعه خمسه جوا في كوينز داخل تعال اوه في كوينات والله وهذا تلميح اوكي كوين حلوين حلوين لا ما فيها لا لا الحين عندك 50 صح؟ يب كوينز اتوقع حاليا ترى نقدر نشتري شو اسمها؟ الكوينز هذه ولا اللي سلاح الوهج حقيقة اني اني جبت العيد خلينا نجرب نشتريها اوكي استلام اوه ما مسدس خذ خذ السلاح اقدر اشتريه؟ خذ خذ الاستلام بس اي والله يمديني حلو العمر الغرام احنا خلصنا الحين اربعه باقي خمسه فوق صح؟ حلو. خمسة وين؟ فوق. خمسة فوق، اي والله انك صادق. كيف ارقى انا؟ اوه لازم. من هنا! وشو؟ بس لازم احول ازرق يعني؟ لا اوكي اوبا لازم تحول احمر الحين. ديم الحركة. والله حركة جامدة. يا ساتر. الله حركة والله يا ساتر. جامدة صراحة. اوكي. اوه 100 يا ساتر في تلميحه هنا كمان وين تلميحه حلو ناسيها والله طيب الحين يعني يمدينا ناخذ اللون الاصفر تعال 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 هنا هو كان كم لون الاصفر بمية مية. اساسا لون اصفر اوكي هوبا تاخذ هذا وتخش جوا لا, لا لا لحظه لا, 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 لا لسه 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 وش لسة. وش لسه لسه هذا رقم ثمانية لسه لسه ايش رايك طيب انت مره هنا رقم ستة رقم ستة طيب الحين في بعض التوهجات هذه ما ادري ايش ما عندنا لونها الا موجوده كلها الحين اوكي اوكي خلاص هنا خلاص قلنا الاصفر هذه اصفر حلو نص يسار بعدين انت انت معك لون وش ازرق روح باخذ اللون الاحمر ولا دقيقه وين اللون الاحمر هنا هنا بس طلقه كذا ها خلصنا اللون الاصفر محمد خلص اللون ذا لا اصبر اقي الاحمر الاحمر نص اي نص حبه بالنص يمين يمين. يمين بس يعني شوف هو هو مفترض انه يكون كذا ولا؟ هجت أوه وشو شوف الازرق في النص فلازم اتوقع كنا نحط اللون الازرق على النص الاحمر في الاخير أصفر. فاتوقع لازم على الاخير لا لا اصبر سوي سوي ريسيت سوي ريسيت عرفت, لا عرفت لا. سوى حلو هذه نوديها يسار عشان عشان الاحمر هذا فهمت؟ اي عند الاحمر بعدين لا سأل... غلط 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 خلينا نجرب خلينا نجرب خلينا نجرب خلينا نجرب اوكي اوكي براحتك شوف عاد انت الحين معك وش اللون؟ عندي اللون الازرق نعطيها طيب كذا ولا اصفر كذا اذا على كلامك كذا اتوقع اتوقع انه كذا انت صح؟ كذا يب صح عليك اصفر في النهاية طيب الله يعينك تروح تاخذ لا في المتجر اوكي ناخذ الاصفر حلوين اتوقع الحين اذا ما ضبطت على طول نسوي حركتك اوكي ان شاء الله انها وهنا بعد اوه في لون اخضر اوبا هذه كذا كذا هذه كذا شفت شفت قايل لك حلو 100 اوكي والله يا اقسم بالله ديم. حلو طيب خلينا نشوف هذه لحظه لحظه انت عندك لون اصفر؟ ايه خلينا ناخذ نفك المكان هذول صح؟ اتوقع ان نفكها بس اصبر اصفر مشكلة الاخضر كيف نجيبه؟ فك فك هذا اول شيء الازرق انت سوها اصبر اصبر هنا هنا في شكل هنا في شكل تعال يقول لك مربع داخل دائره ودائره داخل مربع شلون؟ هجت يا اخوان في مربع عادي طيب طيب خل... خل... خلينا نسوي نفس اللي هنا شف عندك مربع طيب سوها حلو نعطيها نعطيها مربع كذا سويت اللي عندي اوكي باقي الازرق آه باقي الاحمر باقي الاحمر يس أقسم, اقسم بالله الماب رهيب يا ابوي شوف 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 هذا شف... شف... الهندسه اللي هنا وشوف هذا هذا الحاله شيء ثاني اقسم بالله عاجبني والله انك صادق خلينا نشوف الحين دائرة كذا 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 الحين هذا مثلث ما شو ايش بتسوي يعني؟ الحقيقة يا الله <applause> كيف ترى شف اتوقع اوه هو. فهمت انت اذا قال لك مثلث فلازم تختار الاشياء الاشكال هنا فهمت؟ الاصفر يعني الأحمر، انا اي لون؟ الاحمر الاحمر اضرب هنا وهنا وفوق اها اوكي الازرق اللي مربع عندك ها عندك اول واحده احسب راح 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 ملك بقول لك ايه ايه الاشياء اللي فيها مربع اول واحده اول واحده يسار يمين حلو زاوية حلو يسار تصفّر اصبر الله يعطيك العافيه جبت العيد اي انا مستغرب الحين هل ولا هل اي شيء له دائره ولا اي شيء له اي شيء له مربع عادي طيب خلنا ناخذ ايش رايك نجرب؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه مربع 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 حلو هذا شكله ما فيه تلميح في صدق يعني دقيقة بس <تصفح> هذا اللي بيصير اتوقع الاصفر لو له مكان بس قريب اوكي الاصفر هنا وهنا وهنا وهنا, وهنا. الاصفر, الأصفر اللي هي الدائرة اوه اصفر مثلث مثلث هذا الاخيرة اي كل الاشياء دائرة توقعنا اتوقع زي كذا على اساس انه يخربطنا اتوقع نسوي ريست طيب. دائرة اللون الاحمر الاحمر عندك ثاني واحدة خلنا نفك هذه كلها اول شيء تعال تعال باقي اللون الازرق ازرق فكها مشوار انت خذ اللون انت معك لون ازرق ولا اصفر <applause> والله ما بان عليها اي اصفر 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 لا لا اصفر متنا اوه لا والله اعطاني جتر كليك طيب شو نسوي الحين؟ اينك يا التلميح؟ التلميح فوق تعال والله والله هنقنا صراحه ولا الحقيقه الحقيقه <applause> اي والله انك صادق بسم الله لون خاص احفظ جميع الاماكن التي بها شكل مربع وقم بتشغيلها في اللون الازرق اوكي دل... اي شكل فيه مربع اها اي شيء فيه... أصفر يعني اي شيء اي علامه فيها اللون مربع ن... نحطها أو اي علامه فيها مثلث نحطها سويت تشغيل سويت الحين انا بمسك الاصفر انا بمسك الاحمر طيب الاحمر دائره فهذا واحد اثنين اه ثلاثه اربعه كذا 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 اوكي خلصت الاحمر باقي الاصفر ولا الازرق؟ باقي الازرق الاصفر الاصفر خلصت خلص الازرق خلص انت تعال اللون ذا آه مربع صح؟ مربع مربع يمين يمين نص اضغط يمين فوق مره ثاني مسار النص اللي هنا هذا هذا بعدين اللي فوق في الثالثه هنا ايه الثالثه فوق بعدين تحت تحت بس نفس بس. المسار هنا 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 هذه اوكي بعدين يسار بس. يسار تحت بعدين فوق في النص نص 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 بعدين فوق في الزاويه تضبطوا معنا دقيقه الاو انت جبت فيه العيد بس 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 الاو الله يسعدك جبت فيه العيد انت وشو تعال 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 هذه ليه ما ضغطتها وش زاويه قصدك هي في الزاويه باقي الزاويه هذه تعال اضغط هذه تاكد اي والله مم. اخيرا يا جا... رجل قاعد جا... يهلك طيب خلصنا في كوينز كم 100 افتح ذي يب ايه معطني اثنين او يمديني نختصر من هنا مكان هنا هذا وشو؟ موسنا؟ اي لحظة مو كذا مو كذا مو كذا اوه تنويه خلاص ما في شيء ثاني خلاص اوكي بس المشكلة الحين اللون الاخضر هذا وين نلاقيه؟ اتوقع انه اخر شيء اتوقع طيب دقيقة احنا الحين خلصنا رقم سبعة حلو؟ باقي ثمانية ثمانية يمين باقي ثمانية اللي هو هذا اوه هذا اللي كنت مسويها انا اصفر طيب اصفراني اللون اوه صار لازم اها بس كيف؟ عاد كيف كذا؟ اصبر اصبر اتوقع واحد مننا يعني جهز الماب الاثنين اتوقع جرب اطلق على الاحمر شوف يعطيك لون لا انا شلون ادخل الحين؟ بجرب اطلق عليك تعال اوه اروح من ورا لا هنا تلميح مم. هذه بارة تلميح تصدق لي والله هل فيه دخله من جوا ولا شيء؟ تصدق في رقية لفوق بس كيف فرقه في 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 مكان تطيح فيه من هنا طيب كيف؟ اوه شوف هذا وينه؟ شوفه اوه اوكي اتوقع يطلع لك بس كيف؟ ما ادري لحظه لحظه لا لا ليتس جو تلميح والله والله احس يعني والله ليتس جو لا تحس والله راح يا رجال والله احس انه مستحيلة آه في البداية يجب ان تكون بالوهج الاصفر ومعك قاذف قنابل قم باطلاق قنبلة على الوهج الاحمر الموجود بمتجر 1 لذلك أركب بسرعة الى الداخل قبل انفجارك من وين القنابل؟ والله من وين؟ هل قصدهم السلاح هذا هو قنبلة؟ لا ترى في سوق هنا اي سوق اتوقع نشتري سج... هنا سوق اغربه سوق اغربه يب يب خلنا نشوف آه لا تعال تعال تعال, تعال. كني شفت كني شفت الاشياء هذا هي قال قنابل يب من هنا اتوقع من هنا قنبله ها بس كم عندك؟ معي 200 بالضبط حلو ليتس طيب سلا... اوه استلام هنا اوه لانشار اوبا طيب 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 اوكي قول اقذفه عند هذا وادخل وبعدين بينفجر ويصير لونك احمر اوكي والله الفكرة غريبة <applause> والله فكرة جامدة يب يب والله خرافية هي بجرب بجرب اسويها كثير طبيعي اوبا سويتها سويتها يب ديم يا حركة اوكي هنا تلميح ما نبغاه بعد ما استخدمناه يعني اوكي هنا لازم تصير ازرق اوه تطلق هنا بسيطة الازرق هنا أوكي. جنبنا

شفني ديم الحركة يا ساتر حتى لو طلقة تفيد لا لازم اقلب اصفر صح؟ بق... اتوقع يس تقلب اصفر على ما اعتقد لا 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 لا, <applause> لا, 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 لا اوكي ديم الحرق الحركة اوله هاي شفت كم الحين نروح 999 يب لهذا المكان اوكي رقم تسعة خلاص يب اقسم بالله الماء رهيب اطلق القنابل داخل الحلقات من اليمين لليسار وترتيب صحيح اذا كانت ذاكرتك قويه تعرف اي ترتيب اوكي متنا؟ لا اتوقع متنا آه وش فيه اماكن من مرين منها زي كذا اوه عرفت عرفت يمين وسط لا اصبر صدق يا رجال يمين وسط بس انه لا, لا 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 كيف حالك؟ اتو اي عرفت 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 عرفت, عرفت الحين لازم اللون يقول... اصفر اي يقول شو اول لون؟ ازرق بعدين احمر بعدين اصفر فهمت؟ انت روح اقلب لونك كذا اصفر انا اخر واحد لا 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 اقلب احمر اقلب ازرق بعدين احمر وانا بطلق الاصفر ولا خلني انا بطلق بجيب الازرق وانا اخر أو واحد اوكي بس مو طالع لك هنا باللون الاحمر دقيقه <applause> دقيقه اطلق الحين في النص انا بطلق اللون الاصفر وين الاصفر؟ اتوقع انه صح علي لان هذا الترتيب اللي مشينا فيه بالالوان فهمت؟ ما ضبط يب شوف ما ابغى لا يمكن اسمع 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 اتوقع عرفت اتوقع عرفت شفت شفت اتوقع والله العالم انه اول شيء لازم ناخذ اللون الازرق اللي هنا طيب حلو تعال شوف منه هو اول لون الازرق حلو اعطيها واحده اثنتين ثلاث ايش ثاني لون عندنا؟ أحمر. اللون الاحمر قصدك كنا تمشي عليها بالدار بالدار بالدار, بالدار. اتوقع دقيقه غالبا لانه بيصير كذا لأن ما بقي شيء سويناه انت اللون الاصفر صح؟ يب يب انت الحين اطلق حلو احمر 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 ثلاثه حلو الحين دورك اصبر واحد يا yeah هو انا خلص, خلص خلي خليها بالعكس خلي خليها بالعكس اوكي والله yeah وجبة التلميح تلميح وجبة التلميح والحافظ الله هنا طيب سوينا كل شيء تقريبا تقريبا كل شيء يس ما بقي شيء ما يمديك تدخل هل تذكر في البدايه عندما اخبرتك ان الخريطه ستفيدك في المرحله الاخيره لاحظ ترتيب المباني في هذا الصف اصفر احمر اصفر يتم تلوين حلقات اها أهوهو.. فهمت ايش حاجه؟ ما فهمت انا لا ما ابغى اتخطى هل تذكر بدايه عندما اخبرتكم هذا اصفر؟ والله؟ لا ايه مبنى اصفر احمر اصفر فهمت؟ اصفر اصفر انت لونك احمر صح؟ احمر ايه اطلق اصفر 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 احمر اصفر اطلق النص اطلق عندي الاصفر اول شيء هذه مع التلميحه اتوقع عندي حل لازم اغير الالوان دي دقيقة بغيرها كلها الازرق حلو ونعيد من جديد ايش ما انا الا كذا لان اتوقع لا تصفرها لازم تطلق ترتيب اوكي انت احمر ولا ولا انا احمر اوكي خذ خذ اصفر انت الاحمر طيب الحين اطلق بعدين انا اطلق بعدين أن انت تطلق بعد أن فهمت حلو اطلق يمين اوكي الحين اطلق يسار اخيرا بس بس ها ما فكيناها ما فكيناها يا يا ساتر دقيقة آي. هزرق ازرق وينه ازرق وينه يمكن لازم ندخل من هنا لا ازرق خذت خذت الازرق جيب جيب الاخضر جيب الاخضر اح ما في اخضر الاخضر جوا هنا الأخضر جواه جوا تكفى الحق الحق جوا جوا هنا جوا هنا اخر شيء يلا 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 جاي 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 يا ساتر يا ساتر بسرعه تفجر بسرعه 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 يلا نسكر والله الزون يخرج اطلق والله مره يخرج الله نحش هنا هنا بسرعه دم الله اضغط عندما جميل جميع اللاعبون اطلق تغير وجهك على حسب اللون العين ها الله يخلف شيء. راحت علينا؟ اصبر اخضر اخضر اخضر. احمر احمر احمر. ويا الحركة ديم يا الباب والله ديم. اخضر لا ازرق. اطلق على اللون اللي قاعد تشوفه من العيون. ازرق. ما اقدر انا قاعد اموت. انت رسم ما ما ترسبن. احمر واموت ازرق لا اخضر احمر يا ساتر ايش قاعد تصير؟ احمر قاعد دمج طيب ايش قاعد تصير؟ اطلق على لون زيدي. العين يعني ولا ايش؟ وقع. اوه تطلق على لون العين اوكي اخضر بعدين تطلق على ذا ازرق بعدين تطلق على ذا لا قاعد دمج احسنت تت... ها أه. تولى انا امر العاصفه راقب فحسب وات <applause> او ما ندمج لا وات ترى جبنا عيد اقسم بالله العظيم أوبا. ديم والله النغمه مره خرافيه خرافيه ابوي الماب كله خرافي حرافي. مره شكرا لك <applause> في النهايه سخبرك بقصه حزينه حزينه عدد لاعبين ماب تو ماتير الماب سابق 570 الف لاعب ما شاء الله والله ما شاء الله انستغرام لما يوصل من هذا العدد في الوقت الحالي سوف تفتح حساباته في ما تشاء كود دعم حقه اذا عجبك الماب اتمنى دعم الكود فهذه الطريقه الوحيده دعمي حتستمر انستغرام يوتيوب حديقه القصر هذا المابات اللي سواه شوف كيف حط صورها دي الحركه با والله خرافيه اقسم بالله بلا... هذا الماب لعبته هذا الماب اقسم برب الكعبه افكار 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 ما شاء الله تبارك الله ماب رهيب 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 بس كذا شيء بسيط انك تقول رهيب خرافي ماب ما اسطوري يمين بالله تعال تعال بس تعال دقيقه تعال 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 ورا تعال ورا لاعبين الماب سابق تعال تعال الله يا <applause> الله يسلم حاطه اصلا اوكي, أوكي. أوكي. شكرا لكم جميعا والله والله ما شاء الله تبارك الله كثير حط بيان هنا اقسم بالله يا اخي تصميم رهيب والله تصميم خرافي حديقه القصر خلينا <applause> نشوف يا <applause> ساتر اوبا والله العظيم تصميم بتاع النفس يا إلهي والله من جد الله علق يعني وصف اقسم بالله شيء ها ها ايش في؟ نعقد نعقد صفقة والله ما موتني حالي مو بس هاي كم مقطع اليوم الماب رهيب 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 بس هاي كم اليوم ان شاء الله المقطع يجيكم ما تنسون اللايك الاشتراك اهم شيء الاشتراك خلينا نوصل 100000 اقرب وقت اقسم لا طولنا وقناة محمد في الديسكربشن كود الماب للي ب... يبغى يلعبه ماب اسطوري 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 وممكن اقول شغله؟ يا جماعه لا تنسون كود في اس ال افضل كود في أنا العالم ما انا ما قلت شيء انا ما قلت شيء خلاص والله ما قلت لك أ... ما قلت لك انك تقول لهم صح؟ اي أيوه والله ما أنا... لنا. انا ما لا والله. خلاص طفشت وانا اقول كود بي اس ال كود بي... خلاص تو استمتعتوا في المقطع الماب رهيب جدا ونراكم على خير في امان الله سلام <applause> ايوه وتاكل فشار وانا جوعان وانا تعبان هذا ويش هذا؟ والله مدري لك؟ ايوه